زعاطيطي حنش حنوشة، يلا تعالوا خلينا نلم الهدايا ونوزعها للفقراء والأيتام. يلا خطية، ما دام اجى راس السنة 2024 خنوزع هدايا. هي يما يلا يلا خلينا نوزع هدايا للعالم. هي شني خطية ذولا فقلة يضون هدايا؟ هي شني يلا خلاص عاد بسيارتي الحلوة اللكزيز. ولك هاي مو لكزيز، لا شنو هاي؟ هلي كريسمس خاشي كريسمس عيد عيد بي، وكريسمس خاشي كريسمس عيد عيد بي. يلا ولكم يلا خلينا نوزع الفقرة خطية، ما عندهم هدايا ما دام اجا كريسمس. هي ما اجا كريسمس، يلا خلينا نوزع هدايا للناس خطية يفضحهم. هي شني يلا يا خل عسري اروح ابدل ملابس كريسمس واتحضر حتى شنو. يلا شبيك لبيك ملابس كريسمس، واو جميلة. يلا عسري خل اروح البس زعاطيطي حنش وحنوشة حتى شنو اروح نشتري هدايا من المحل ونوزعها للايتام خطية. يعني دول من يفرحهم غير احنا نفرحهم؟ يلا حنش يلا حنوشة يلا يما احنا جاهزين، يلا لابسين ملابس كريسمس. الله شكد حلو عليك. يلا اتهم حنوشة لبسي احمر. هي قلتش هي يما احنا ليش نلبس احمر بكريسمس؟ هو هذا كريسمس يلبسون احمر ليش ما ادري. يلا بكم دوخروا من يمي لازقين بيا حتى ما اقدر اعبر من الباب. ايش مالكم لازقين بيا؟ هي يما انت لازقه بينا مو احنا. اي ماما انت لازقه بينا. يلا ولكم يلا يظلون ذبوها براسي. يلا خلينا نطلع من الباب ولكم بس شويه وخروا خلينا نطلع من الباب ولكم ما يصير نطلع ثلاثتنا سوا. هي شنو يما احنا ما لازقين بيت. يلا ولكم يلا يا رب ما اقدر اطلع من الباب من لازقين بيا. يلا ولكم شوف 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 ايش قد عنوديين ليش لازقين بيا؟ بس قولوا لي. هي شنو ماما غير نحبك؟ ايه كلش تحبوني، باعوا الهدايا لبابنا وباعوا بيتنا الحلو. ويلي ايش قد تقيمون بيتنا من ميه؟ مو بيت ضيم ومنطقتنا تجنن وبيها ثلج وامطار. الله ايش قد حلوه المنطقه اللي بيها ثلج. انا اول ما اختاريت بيت قلت اريد بيت بالقطب الشمالي. هلا هلا يلا يما ودينا المحل الالعاب. هي شني يلا خلي نروح ناخذ العاب ونوزع للايتام. يلا يلا ولكم على السريع بس دير بالكم تقعون من السياره. يلا ماما يلا يلا ودينا ودينا على السريع. يلا لكم ودا وديكم. يلا يما لقينا كريسمس اغنية كريسمس. يا شدي كريسمس خير يا رب وسويت حادث من وراكم ولكم ما تقعدون راحة انتو كافي دوختوني. هيا شنو شو مسوين احنا؟ كريسمس خاشي كريسمس عيد نعيد بي كريسمس خاشي. يلا يما خلينا نشتري العاب. يلا وتعالوا وراي يلا خلينا نشتري العاب وهدايا من ابو الالعاب ونشتري بوكسات. سلام عليكم عيني بيش هالبوكسات 50 نف. يلا اوكي ترسنا السيارة العاب. هي يما ترسنا العاب. يلا يلا متحمسين خلينا نوزعها للناس. هي شني يلا احنا بابا نويل صرنا اخذنا دور بابا نويل. بابا نويل ما يوزع العاب احنا نوزع. يما دي باس اسوي حادث. هي شني يلا ولكم يلا خلينا نوزع للفقرة خطية والفقرة والايتام. ما نوزع للزناقيل عندهم فلوس. هي يما يلا يلا خلينا احط هاي الهدية بابا هذا اليتيم خطية. امه وابوه ميتين عايش بدار الايتام هذا خطيه الولد. يلا يما بعد خلينا نوجه هدايا. ماما هالمره انا اوزع. امشي لك هاي اوزع يا شي انت توزعي انت زعطوطه. ماما هاتشي حنش خلي اختك هالمره توزع. هي شنو اختي توزع يما؟ اختي ما تعرف توزع. انا اوزع هدايا حتى اعرف اعرف اليتيم والفقير. اختي تروح توزع صديقاتها. هي شني حنش كافي قلت لك لا تظل تحكي وشدوا يا اختك. يلا كافي لا تشلع قلبي. اي ماما حاكي الله عليك انا المره اوزع. يلا اوكي اخذي هديه وطيها للفقير. يلا ماما راح انزل وطيها للفقير. يلا ماما صفت السياره دوقفي ولا شوقفي خل نشوف فقير منا منا يتيم. احنا ما نطي بس الايتام والفقراء اوكي. ما نوزع لزناقيل. هي شنو يبا يتفرقين هسه الاطفال الزناقيل قالوا نعطيهم هدايا خطيه لا تفرقين. ولك دول اهلهم يجيبون لهم هدايا هواي احنا شكو. يلا اي هاي خلطت هذا ولا خطيه هاي فقيره وما عندهم فلوس خلطي هديه سبرايز. يلا يما يلا ها وين حطيتي الهديه؟ احنا شوي بدها تحطوا الهديه انتو؟ هاي يما احنا نحطها بالباب ونهزم وندق الجرس الصدام ونهزم. لا ولكم غير تدقون الباب ومن يطلع لكم الطفل تحطوا الهديه لو شنو؟ هاي شي يما احنا بس نحط الهديه بالباب وهم يجون عبالهم بابا نويل طالب الهديه مو احسن؟ يلا يلا كافي لا تدوخوني خلينا نرجع للبيت ونسوي شجرة كريسمس ما دام هاي اشتريناها. هاي شجرة اشتريناها مو للفقرة لا هاي اني يوم سويت عادث يا ربي. هي يما ما تلفي السوقي خليني اسوق بدالك. اسكت وليك شنو انت نفس سياقتي غير انا سايقة بس غير انا ما احكي بس انت دوختوني هواي تحجون. يلا يلا يما يلا يلا هسه خلينا نوزع ذول الاطفال خطية ذول الايتام ما عندهم بيت. خالة خالة اعطينا هدية خالة
والله غلط، اعطيني هدية. يلا يلا هاكم هدية. هلا هلا هلا. يلا يلا هذا خطيقة من القصون فلحة وطنن طنن 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 بنن بنن. هلا اها اها بلم بلم اها اها. ثقلا الخالة ابو ثقلا ثقلا، نحن ايتام ما عندنا لوز. ثقلا على الهدايا بلن دلم بلم بلم. كلت مت خاذي كلت مت عيد عيد فيه كلت مت خاذي كلت مت. يلا هسه شنو؟ خلي ارجع ما دام رجعت لبيتي خلي احضر شجرة كريسمس. ماما سوي لنا كيك كيك كريسمس. هي بسوي كيك كريسمس. يلا خلي اسوي لكم كيك كريسمس. هسه شنو احط لكم؟ اول شيء كاكاو، والنوبة احط لكم حليب، والنوبة احط لكم سكر، واخلطها خلطة خلوطي خلطة خلوطي، راح تصير اطيب كيكة كريسمس بالعالم. بس هذا سكتوا اخوكم خلود لي بشي. يلا هسه سوينا الكيكه كيكة كريسمس. هي بسوي كيكة كريسمس. يلا حلوة كيكة كريسمس. هي شيري وكان تكمل كيكة كريسمس. سويت لكم شجرة وسويت لكم بابا نويل. واو واو هي حلوة. يلا هسه شنو؟ خل اروح اسوي الشجرة، ازينها احط لها حبشكلات وطوبات وكل شوكلاشي ازينها زين. هسه هي وين الشجرة فوق؟ بس باعوا الشموع مالتي شقد حلوة، وباعوا هاي هم يعناني بيتي كله زينته بكريسمس، حتى شنو نحس باجواء كريسمس. هسه يا ربي خلي امشي منان، لو منان شوية بيتي شبير واتيه بيه، يعني اظل اتيه ما عندل منان منان، ما اعرف منين افوت ومين اطلع ومين اطب. يلا هسه على السريع خلي افتح هذا الباب واشوف هذا الحمام. ايش دخلني على الحمام؟ اني ما اريد اسبح، الدنيا بارده. اي مو مال سبح، والله بارده مو مال سبح. لا 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 خلي اطلع اروح اسوي شجره واجي. يلا على السريع لا يروح هذا حنش وحنوشه يلعبون بالشجره ويخربوها. اي وذا خربت النوبان مشتريتها ب50,000، مو مالي خربوها، فلازم اني ازينها تزيين حلو. انتو هم راح تزينون شجرة كريسمس لو لا؟ بالنسبة الي اني راح ازين الشجرة خوش تزيين. انتو هم زينوا شجراتكم، ترى حلو واحد يحتفل بكريسمس. كريسمس 2024 وكريسمس خوش كريسمس، عيد نعيد بيه وكريسمس خوش كريسمس، عيد نعيد بيه. يلا يما تعالي حط الطوبات يلا بالشجرة سويها حلوة. يلا راح حط الطوبات بالشجرة. الله اويل على بصارة تجنن. بعد خلي اشوف بلاش احط من الزينة، خلي اشوف اشوف شنو بعد احط لها. يما تنصيها تنص هدايا. يلا بس ما اعولكم راح ازينها، بس مو تلعبون بيها وتخربوها علي، حظكم اطيحة. لان كل مرة اسوي شجرة واتعب عليها تخربوها علي. لا يما سعلة زعاط صي 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 صي. يلا يلا اي ماما الله تجنن هاي النشا كلش حلوة. يلا يلا خلي اشوف بعد بشنو ازينها. يلا ماما ماما زينيها زينيها، هو يحطها بشكلات. يلا يلا حنوشة كافي، يلا لا تظلي تحجين. يلا هش بيش ماما من نحكي اني سكتيني، ما تحميني انتي، احبش بس تحجين هواي دوختيني. يلا ماما يلا شجت تاني. يلا يلا هسه زيناها شجرة. يلا هسه خلينا نرقص ما دام جت 2024. يلا هلا طن 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 طن. هلا هلا اها اها هنوشة تعال خل نلعب بالثلج، ما دابو قاعد ثلج. هي سني خل نسوي سجلت سج وهذا مال رجل الثلج سلايت. خل اطلع بالاول. لا انا اطلع بالاول. هي مالت كنت ابوي خلي طعنا بالاول. ايش بيس تصي؟ يلا يلا يا زجميك انت، يلا وخر من يمي لازق بيا. يلا يلا هنسوي هنسوي بابا بابا ثلج. اوكي يلا يا خل نشوف نسوي حلو مو حلو. يلا خل نسوي. يلا سوي ثلج حلو بس ايديا زمزت. والله انا ايديا جمدت. او يوري امي ما راح نتمرض. اشو اشو الله شوف شلون صار رجل ثلج حلو. حنش حمني حنوشه دخلوا يلا ولكم. هي ما صح تدخل دخلوا حتمرضون. تظن 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 كريسمس خاصي كريسمس عيد عيد. جهالي لا تظلون، هسه يجي بابا نويل يعطيكم هدايا احسن من تبوشه. يس يس يس. ها خل الله اوزع هدايا للزناقة الخطية الاطفال الزناقة. تبوسه ما وزعت لهم هدايا، خلاني الله اوزع حظايا ما دام اني بابا نويل الحقيقي. قبل لا اسافل انا الساعة ب 12 بالليل من اللي خلص كريسمس اسافل. خش خش يلا خلي اروح احط خطية هدير. هاي الطفلة ها صدرية يا طفلة. هلي 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 بابا نويل جاني بابا نويل جاني.
يلا خلي اروح اوزع اسرع اوزع هدايا لباقي الاطفال خطيه يسنوا يا تبوسه توزع الناس وناس ما تستحي تبوس ايه سوى هسه ما يعطينا بصه مسميها نفسها بابا نوئيل هو غلعان بابا نوئيل يلا خلي اعطي هدايا زولة خطيه الزهال قبل لا اسافل زهال زهال زبطكم هدايا تعالوا انا بابا نوئيل هلو هلو بابا نوئيل هلو هلو طنن طنن يلا اسرع خلصي خلي اروح اوزع هدايا بعد انا عندي هواي هدايا اي غلاني بابا نوئيل بس غلاني ما احصي عد زقد هدايا بس هسه سني خلي اروح اخصي صياطي هسه صارت كهو صخ اي يلا خلي اوقف هنا انا اخصي الصيالي تنن 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 يا زمن يا زمن غدال غدال خليت الزهال يحسون عليا تنن 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 يا زمن يا زمن غدال خليت الزهال يحسون عليا تنن تنن اني بابا نويل هي اتصالت ويا الصلي تنن تنن يلا عصدع خلي اروح اكمل الهدايا ما زعطيت خطية ما عندهم هدايا هي سني هاي تبوسة فاهية ما كملت الهدايا انا كيفت قلت تبوسة هسه تطيب تعال عيني تعطل السبانزين خلص سبانزين دوقف هناس بيكل تدعمني انت بابا نويل 56 يلا 56 هاك بنزين 56 سي 56 نقاطك انا ما تقل لي يلا ما راح اعطيك فلوس انا هدا اوزع هدايا للاطفال دروح دروح فقط ما تعطيني فلوس دروح يلا على خل اروح انهزم من ابو البنزين انا مين فينوس اذا اوزع هدايا انا اضرب فلوس تكفي اوزع هدايا الزعاطيط هي سني يلا خل اعطي هدايا كل الزعاطيط خطيه بعد ما اعطيهم زعاطيط اوزع البيطي تعالوا زعاطيط جبت لكم هدايا كريسمس هلو هلو يلا هسه خل اوزع البيطنا ما دام خلص كريسمس و2024 خلصت اوزع لكم ب 2025 لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة خزيتونا لايكات حتى نوزع لكم ب 2025 ونعطيكم هدايا كثيرة كثيرة احنا نحبكم هواي هواي مع السلامة طنن طنن بلوم بلوم ب 2025 نزعلكم باي باي.